أدوغادو فتحت أجلتك القضية الأولى القضية عدد 58 القائمة بالحق الشخصي السيدة كلثوم كنو حضر سيدة تفضل سيدة كلثوم تجربها الأستاذة سمية البناني حضر سيدة تفضل أستاذة المتهمين نبيل الحوات لم يحضر المتهم نبيل الحوات أحمد بن علي متهم ثاني لم يحضر كذلك أحمد بن علي المتهم نضال بن يزيد نفس الشيء المتهم شكيب الأصفر كذلك لم يحضر المتهم شكيب الأصفر المتهم الهادي صدام حضر السيدة تفضل تنوب الأستاذة سليمة بن خضر حاضرين سيد الرئيس تفضل أستاذة سيدة كلثوم المحكمة تحب تعرف الرسالة اللي تم توجيهها لك الألفاظ اللي كانت فيها كانت موجهة لك كامرأة وإلا موجهة لك كقيادية في الجمعية اللي كنت توجد فيها كما فيها أنك تعرضت معناها لعدة أفعال شكلت أركان جرائم الإحالة اللي هي معناها تسليط عنف سياسي على حضرتك كنت نجم تبين المحكمة وتعطينا بأكثر وضوح الأفعال والأحداث اللي صارت لك ولهذا تقدم بشكاية هنا تفضل سيد رئيس أنا اللي لاحظته من خلال واللي قريته أنه إضافة إلى الألفاظ النابية اللي كانت تحتويها الرسالة طلب مني بصريح العبارة أني أبتعد عن الدفاع عن ملف كانت الجمعية تخوض في نضالات وبالتالي أنا نعتبر حسب اعتقادي وأن هذا يعتبر أيضا عنف. سيدة كلثوم انت شكايتك ما توقفتش عند الحد هذايا نتاع الرساله اللي توجهت لك رئيس الجمعيه، لكن انت حسب ما افدت به انه توجهت لبرشا معناها تعرضت لبرشا افعال اخرى كيفت من طرف النيابه على انها عنف سياسي من بعد ما ترشحت لرئاسه الجمهوريه، نجم تفيد المحكمه بما عندك. فعلا سيده الرئيسه عندما ترشحت وكما تعلمون كنت المرشحه للمراه الوحيده التي تمكنت من خوض المعركه الانتخابيه الرئاسيه لكن هذا لم يكن بالسهل بالنسبة لي لأني تعرضت إلى العديد من التضييقات أثناء الحملة الانتخابية ألقوا أمثلة وليست كلها اللي أثرت على يعني حملتي الانتخابية وباش نبين لجنابكم بعض الأمثلة قصدت المكتب لإيداع ملفي الانتخابي كنت مرتدية زي أنا أعتبره أنه زي محترم جدا لكن للأسف هنالك من استعمل هذا اللباس وحاول أن يغير فيه نوعا ما تم استغلال كما قلت هذا اللباس وتشويهه عن طريق مواقع الاتصال الاجتماعي وأنا ماذا بيا نوريكم رأس هذايا وانتم تقدروا إن كان هذا اللباس فعلا هو اللي موجود أمام حضرتكم في الصور اللي في الملف سيدة رئيسة هذا هو الزي الذي كنت ألبسه في للأسف معناها تم تغيير هذا اللباس في الصورة وهل الواقعة هذه ممكن بالنسبة لبعض الأشخاص تعتبر عادية لكنها هي واقعة غير عادية لأنها مست أول حاجة مني أنا ومن سمعتي وأثر تأثير كبير ليس فقط علي أنا وإنما على عائلتي وعلى أبنائي خاصة اللي معناها تصدموا وتأثروا معناها أشد التأثير من الصور اللي خرجت على المواقع وإلى حد أنهم أصبحوا يرفضوا حتى الخروج إلى الشارع وحتى الذهاب إلى المعهد وهذا بطبيعة الحال أحرجني عائليا وأثر فيا عائليا وأثر ومعناها قيت فترة طويلة وأنا نقنع فيها وأنه هذه مسائل عادية لكنها في حقيقة الأمر ليست مسألة عادية إضافة إلى ذلك سيدة الرئيسة كانت هنالك بعض التدوينات التي تسيء لي كامرأة كنت مطلقة وركزوا على هذه النقطة بعبارة وأن المرأة التي لم تفلح
في الحفاظ على كيان أسرتها غير قادرة على تسيير شؤون الدولة. بالفترة في فترة الحملة الانتخابية كنت تلقيت رسالة فحواها وأني لو واصلت على معناها ترشحي معناها سينالوني ما ينال، وكانت العبارة موجودة نسخة من الرسالة. هذه رسالة ثانية، هذه رسالة أخرى، واللي المنوب اللي المتهم الماثل أمامكم اتضح وأنه هو كان وراء هذه الرسالة. لما أرسلها كانت العبارة المكتوبة بالحرف الواحد: اسحب ترشحك وإلا توا تشوف، يعني بمعنى فيها التهديد. كنت أثناء القيام بحملة في إحدى المدن التونسية تعرضت إلى محاولة الطعن بسكين من قبل شخص تمكن من الفرار، لكن اتضح فيما بعد وبالتثبت أن المتهم الماثل أمامكم سيد رئيس من نفس الجهة التي بها إلى محاولة الاعتداء. إذن هنالك علاقة كبيرة بين الشخص هذايا اللي هو ينتمي إلى حزب فيه شخص منافس لي في الحملة الانتخابية. إذن هنالك قرائن كبيرة سيد رئيس، وأنه هو من حاول الاعتداء علي أو أوعز لشخص آخر أن يعتدي علي. هذه أشياء جعلتني أني نتوقف بعد ما كنت بزيارتين فقط. إذن سيد رئيس نعتبر وأني كامرأة حرمت من حقي في ممارسة السياسة. هيدي صدين المتهم، كنت تسمع معنا في السيدة كلثوم كنور قائمة بالحق الشخصي، شنو نثبت لك في شخصك من أنك كتبت الرسالة هذه اللي هددتها فيها إذا ما تنسحبش من أيام الانتخابات شنو باش يطالها، واللي هي معناها تربط بين الرسالة هذه والتهديد أو محاولة الاعتداء عليها بالعنف اللي طالتها في اجتماع شعبي جماهيري في إطار الانتخابات نتاعها، حاول معناها شخص أنه يطعنها بسكين في الانتخابات هذه، والشخص هذا موجود في نفس منطقة التهديد. شنو عندك ما تقول لنا اليوم هذه؟ السيد الرئيس، بالنسبة للرسالة، الرسالة كانت كيف عرفتي أنا كانت من منظور وطني، خاطر المرحلة كانت تتطلب أنه الكل نعرفوا البلاد فيها برشا مشاكل اقتصادية ومشاكل أمنية واحتجاجات اجتماعية في الولايات الكل، دونك يعني كان في نظري أنه يكون راجل قوي باش ينجم يتعدى المرحلة هذه، بحكم المرأة ما تنجم تكون ضعيفة وتنجم تكون المرحلة أقوى منها. أما بالنسبة لحكاية الطعن هذه، ومش باللازم يكون من نفس المنطقة اللي أنا موجود فيها، معناها هو تبعني ولا ما عندي حتى علاقة بها الحكاية هذه. أنت بتعرفوش الشخص اللي تعرض السيدة كلثوم كنور للطعن؟ هو في نفس المنطقة أنت ما عندي حتى علاقة، ما نعرفوش. أنا رسالة معناها حتى يكون ضعفه هو، أنا ما نعرفوش اللي هو اللي اعتدى عليها. تعترف بالرسالة بعثتها لها بدافع عنها امرأة، هذاك علاش انت بعثت لها رسالة؟ ممكن في مرحلة أخرى تنجم تترشح، أما المرحلة الوضع اللي فيه في البلاد تو صعيب ياسر. باهي، واعترف المتهم بتوجيه الرسالة إلى القائمة بالحق الشخصي وتهديدها بأن تنسحب من الانتخابات. باهي، الأستاذة سمية البناني طلب القائمة بالحق الشخصي. نجم تتفضل أستاذة. سيد الرئيس، نبدأ بس المواقع، لن نعود مطولا على جملة الوقائع لأن المنوبة أتت عليها تفصيلا، ولكن سنلخصها في أربع محطات رئيسية. من المستحسن أستاذة. نعم، التهديد الأول جاء في شكل خطاب وجه لها في رسالة بمناسبة ترأسها لجمعية حقوقية. هذه الرسالة تضمنت عنفا سياسيا، تضمنت عنفا سياسيا مناط نص الإحالة، لأن العنف السياسي يشمل أيضا الاستهداف وممارسة المرأة لحقها في حقها النقابي والجمعيات إلى غير ذلك. كذلك رسالة ثانية والتي فيها تهديد صريح بسحب الترشح،
والملوبة أدت على ذلك تفصيلا، كذلك اعتداء مادي مباشر على محل إقامتها، واعتداء كذلك مادي مباشر على المعلقات الانتخابية، والتي حاولوا من خلالها تبليغ جعل الملوبة محل سخرية، وكأن هذا تشبه بالرجال، فوضعوا لها شاربا ولحية، وهو استهداف يستهدف المرأة معناها رأسا. ونرى فيه سيد الرئيس مثالا حيا للعنف السياسي. هذه الوقائع سيد الرئيس قد شوشت على الحملة الانتخابية للمناوبة. المناوبة أصبحت في مرحلة معينة هي وكل الفريق التي تنفق أموالا من لإدارة هذه الحملة، أصبح هذا الفريق يتجه إلى عموم الشعب ويفسر التنورة وما التنورة يا سيد الرئيس. هذه الأفعال قد جعلت الملوبة تخوض حملة انتخابية منقوصة. الملوبة لم تستكمل حملتها الانتخابية، خذت تراخيص في جميع المعتمديات والولايات التابعة لتونس، وهو أمر ثابت من خلال الكشف الواقعي إيداعه بالهيئة المستقلة للانتخابات، من خلال الاعتداء على معلقات الملوبة بوضع شارب ولحية على صورتها فيها استهداف للمرأة ولصورتها وتشبيهها بالرجال وجعلها محل سخرية. نتسائل لهنا هل أنه من بين 27 ولا 26 المترشح الباقيين الرجال هل تم وضع حلية أو شعر أو زينة على المعلقات نتاعهم؟ يعني هذا الاعتداء قد وجه للملوبة لأنها امرأة وليس لأنها مترشحة للرئاسة. هذه الأفعال أنتجت، هذه الأفعال كلفت المناوبة سيد الرئيس أموالا طائلة. المناوبة لم تمارس ولم تتنقل في حملتها الانتخابية إلا إلى ولايتين، والحال هو أن من خلال الكشف المودع بالهيئة المستقلة للانتخابات المناوبة كانت تعتزم التنقل إلى جميع الولايات وجميع المعتمديات. المناوبة فقط اقتصرت على ولايتين. المناوبة بذلت أموالا طائلة في كراء سيارات لاستعمالها في التنقل لحملتها الانتخابية تقريبا 8000 دينار، ولكن المناوبة لم تستعملها قط. المناوبة أجبرت على إخراج أبنائها من المعاهد اللي هي معاهد عمومية، وأجبرت لأنه كان في منتصف السنة الدراسية وحتى ونقلتهم إلى معاهد خاصة، وهو ما أجبرها على إنفاق أموال كذلك كبيرة بينا لي الجناب مقدارها. المناوبة أصبحت من خلال هذه الأفعال في حملة انتخابية معزولة، في حملة انتخابية منقوصة. عائلتها يا سيد الرئيس اللي هي في جزء كبير منها سالدها ونصرها حتى المناصرين بتاعها، ولكن تبقى هذه الصورة السيئة اللي اعطاوها على المناوبة، وهي بصدد معناها تقوم بعمل تاريخي بالنسبة للمرأة التونسية. هي أول مترشحة امرأة في تاريخ المعاصر لتونس للانتخابات الرئاسية، صوروا لها على إنها أمر سيء ومقزز لدى الرأي العام، أو أنها في أقصى الحالات ستعيد التفكير مرارا وتكرارا. عائلتها يا سيد الرئيس أولادها يطلبون منها حرفيا: أمي نريدك أما فقط، لا نريد هذا الشغف بالسياسة. كل هذه الأفعال سيد الرئيس فيها مضرة مباشرة للمناوبة. قدمنا في خصوصها الطلبات والتي قدرناها يا سيد الرئيس في التقرير المضاف. هناك أضرار معنوية فقط سنضيفها، أضرار معنوية لتعلقت بالجانب النفسي والجانب العائلي إلى غير ذلك، وكذلك أضرار في المادية، لأن المناوبة بالأفعال هذه حرمت من الفوز في الانتخابات. ما أدرانا وأنه لولا الأفعال هذه المناوبة ما كانتش ستفوز بالانتخابات، أو على الأقل ستخرج من الانتخابات بتجربة ناجحة، على الأقل ستخرج بصورة مضيئة تدفعها مستقبلا إلى المشاركة في الحياة السياسية. المناوبة خرجت بصورة قاتمة. المناوبة حرمت من أجور رئاسة الجمهورية، الأجر الشهري لرئيس الجمهورية سيد الرئيس 35000 دينار، هذا زيادة على الامتيازات العينية والمادية الكبيرة. احنا قدرنا جملة هذه الأضرار ورجين في خصوص الدعوة المدنية القضاء تبقىها، وفي خصوص الدعوة الجزائية تسليط العقاب المناسب. وشكرا. شكرا أستاذة.
الأستاذة سليمة الخضر على المتهم. تفضل أستاذة. حضرتك شكرا سيدة رئيسة. في خصوص الرسالة التي وجهت إلى زعيمة المظرة عند ترأسها الجمعية، فهي رسالة وجهت لها كرئيس الجمعية، ويمكن أن توجه إلى كل رئيس جمعية معرض إلى مثل هذه الرسائل رجلا كان أو امرأة. في خصوص جريمة محاولة الاعتداء بالعنف، يثبت جريمة محكمتكم انتفاء ركن أسناد في قضية الحال، وانتفاء كل القرائن التي يمكن من بعيد أو من قريب أن تثبت إدانة المراوغ، وبالتالي نحن راجين من جانبكم القضاء بعدم سماع دعوة في خصوص جريمة محاولة الاعتداء بالعنف. في خصوص جريمتي العنف السياسي والتمييز القائم على أساس النوع، نحن نلاحظ لجانبكم أن الصورة التي قام المناول بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي صورة كمثل مئات من الصور عبر شبكة الانترنت، ولم يقم المناول إلا بوضعها على صفحته، ولا يمكن له بأي حال أن يتحمل مسؤولية ما أثارته هذه الصورة من ضجة لدى العموم. إن زعيمة المظرة قد ظهرت عدة مرات وهي ترتدي مثل هذه اللباس، وهو لباس وأثر على مشاعر عديد الناس وعديد المواطنين، الزي الذي كانت تحمله زعيمة المظرة في الصورة. فكيف يمكن لشخص أن يفرق بين بدلة عادية وبين ما جاء فيها وهي توحي بأنها ترتدي ملابس داخلية؟ ادعت زعيمة المظرة أنها لم تتمكن من مواصلة حملتها الانتخابية جراء الرسالة التي وجهت لها والتي تضمنت تهديدا بسحب ترشحها وعدم مواصلة الانتخابات الرئاسية. واعتقد أن هذا يكون تبريرا لأن زعيمة المظرة لم تتمكن من مواصلة حملتها الانتخابية ومن اقتحام ميادين أخرى كان لها فيها منافسين أقوى ولهم حضور أكثر في الفوز في هذه المناطق. شكرا أستاذة. وهنا سنحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكومة أثناء الجلسة. تستأنف الجلسة للتصريح بالحكم الذي سيقع بيانه سندا ونصا كالآتي. بالنسبة للجريمة الأولى إدارة عملها الجمعياتية، وحيث أن التهديد الذي وجه للقائمة بالحق الشخصي ارفعي يدك عن الملف لم يستهدفها كامرأة باعتماد أفعال أو ممارسات تمييزية، الهدف منها ليل من الاعتراف لها كامرأة بحقوق الإنسان والحريات. ضرورة أن التهديد يمكن أن ينال أي عضو آخر بالجمعية، لأن أساس التهديد هو النضال الجمعياتي، وبالتالي يشوى التصريح بحق المتهم بشأن هذه التهمة بعدم سماع الدعوة. بخصوص طلب الإدانة من أجل تسليط عنف سياسي قائم على أساس النوع علقة بهنداب الضحية أثناء ترشحها لانتخابات رئاسة الجمهورية، المتهمين فيها هما كل من أحمد بن علي ونضال بن زيد، فإن مبدأ المستويات يقتضي أن يكون المعنيين به لا فقط متساوون أمام القانون بل كذلك في الواقع. وتجد النساء معيقات خاصة بها كامرأة لا يجاريها الرجل في مجتمعنا الحالي، وحيث أن حملة التشويه التي طالت المدعية ثابتة بما لها أصل بالملف فقد استهدفها في هندامها. أما بخصوص الجريمة الثانية من أجل تسليط عنف سياسي قائم على أساس النوع في إطار الممارسات المتعلقة بهندام القائمة بالحق الشخصية، فإن لا خلاف في أن حرية التعبير هي حق أساسي مخول لكل فرد شرط أن لا يتحول إلى أفعال مجرمة قانونا، حيث أن حملة التشويه التي طالت القائمة بالحق الشخصي ثابتة فقد استهدفتها في هندامها ليس بغاية إبداء الرأي في لباسها حتى يصنف في إطار حرية التعبير، بل تمت بهدف المس من صورتها كمترشحة للانتخابات، واستتبعها بطريقة ممنهجة حملات تشويه تستهدفها كامرأة، وذلك بغاية التأثير على الناخبين والناخبات استبعادها لأنها امرأة في صورة نمطية تحيل على اللباس الداخلي.
وفضلا عن ذلك فقد ثبت مما تقدمت به محامية المدعية من وثائق أن القائمة بالحق الشخصي تحملت بطريقة غير متناسبة أعباء لم يتحملها غيرها من المترشحين الرجال والمتمثلة في إهدار طاقات بشرية ومالية لدحض هذه الحملة، وهو ما مس لا محالة من حسن سير مسارها السياسي ومنعها بالتالي من ممارسة نشاطها بصفة عادية. وهذا يتنزل حتما ضمن أحكام الفصل الثالث، واتجه إدانة المتهمين من أجل ذلك بتخطئة كل واحد منهما بألف دينار. أما بخصوص الجريمة الثالثة المتعلقة بتسليط عنف سياسي قائم على أساس النوع في إطار الممارسات المتعلقة بتشويه صور القائمة بالحق الشخصي ومعلقاتها أثناء الحملة الانتخابية، فإن استهداف المدعية والنساء المترشحات عموم بأوصاف وتشويهات نمطية بغاية الحط من قيمتهن الاعتبارية لدى الناخبين والناخبات ووضعهن في صورة مهينة، فضلاً عما يترتب عن ذلك من إرباك في حياتهن الخاصة، كما هو الحال بالنسبة للأثار المترتبة على ابن القائمة بالحق الشخصي والذي انعكس بدوره على أداء المدعية وترصدها، عدم وضع معلقات في الأماكن التي يراودها ابنها. عملاً بما تقدم الحكم بثبوت إدانة المتهم الهادي صدام وتسليط العقاب عليه بتغطيته بألف دينار من أجل ذلك. في الدعوة الخاصة، حيث طالما ثبت إضرار جملة المتهمين بالضحية، المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس بثبوت الأفعال المجربة المنسوبة إليهم، فإنهم مطالبون عملا بمقتضيات الفصل 82 من مجلة الالتزامات والعقود بجبر الأضرار الناتجة مباشرة عن أفعالهم المادية منها والمعنوية. عن الضرر المادي، طلبت محامية المدعية الحكم لمناوبتها بمبلغ قدره 80,000 دينار لقاء كراء 8 سيارات بغرض استعمالها في الحملة الانتخابية، وقد ثبت أنه تم سحب هذه الأموال فعلا وتم توصل شركات الكراء بها، ولذلك اتجه إلزام المتهمين بالتضامن فيما بينهم مع الخيار في الطلب مبلغ 7,540 دينار لقاء كراء السيارات. أيضا ثبت أن القائمة بالحق الشخصي قد أرجعت تمويلات الدولة، إلا أن هذا لا يعد ضررا للمدعية، بل أن الضرر هو حرمانها من فرص الوصول إلى ناخبيها، وترى المحكمة التعويض عنه بالنظر بالنسبة للأصوات المنخفضة جدا بالدوائر التي لم تزرها مقارنة بارتفاعها بالدوائر التي زارتها، وترى المحكمة التعويض لها بما قدره 20,000 دينار. بخصوص طلب المدعية التعويض عن تغيير معاهد أبنائها في منتصف السنة الدراسية وإخراجهم من المعاهد العمومية إلى معاهد خاصة مما كلفها أموالا طائلة كانت في غنى عنها، فإن مصاريف الدراسة في معهد خاص غير مؤسس واقعا وقانونا ضرورة أنه كان بإمكان القائمة بالحق الشخصي أن تقوم بنقل أبنائها إلى معاهد عمومية، حيث تطلب المناوبة تعويضها عن حرمانها من فرص جدية في الرئاسية استنادا إلى كونها متقدمة جدا في نتائج استطلاعات الرأي قبل وبداية الحملة، فإنه من غير الثابت العلاقة السببية المباشرة بين كل أشكال العنف القائم على أساس النوع والممارسة ضد المدعية والنتيجة المتمثلة في استبعادها المحقق من الرئاسة أو حتى من فرصة لتقلد هذا المنصب، بالنظر إلى أن المترشح الذي فاز بالرئاسة فاز بها من الدورة الأولى، وكذلك بالنظر إلى أن ترتيبها كان بعيدا مقارنة بالفائز بالنتائج، واتجه بالتالي رفض هذا المطلب لعدم جديته. بالنسبة للضرر المعنوي، ارتأت المحكمة أنه ثابت في ملف القضية، تضرر الضحية معنويا من جميع الممارسات والأفعال التي أتاها جملة المتهمين، رفع عنها الجلسة.